اهلا وسهلا بكم يا اصدقائي، لقد اشتقت اليكم كثيرا. كل عام وانتم بخير بمناسبه شهر رمضان الكريم. اليوم سوف نقوم بعمل نشاط جدا جميل، وهو صنع فانوس رمضان. من منا لا يحب فانوس رمضان؟ انظروا الى هذا الفانوس، كم هو جميل. لقد قمت بصنعه من الورق، والطريقة سهلة جدا. طبعا فوانيس رمضان متعددة الأشكال والألوان، ولكن هل جربتم يوما أن تصنعوا واحدا من الورق بأنفسكم؟ حسنا هيا لنبدأ. كم أنا متشوقة جدا لعمل هذا الفانوس. انظروا يا أصدقائي، ما سنحتاج إليه هو لدينا هنا ورقة، اختاروا أي لون تريدونه، لقد اخترت اللون الأحمر. ولدي هنا قصصت من اللون البرتقالي شريطان بهذا الشكل متساويان تماما، ولدي واحد أيضا ثالث ولكن أقصر قليلا، لأي مقاس تريدونه ولكنه نفس العرض تقريبا. حسنا، وسنحتاج إلى مقص الورق. حسناً، وأيضاً سنحتاج إلى قلم رصاص ومسطرة، ولدي هنا مسطرة وبعض الستيك، ولدي هنا أيضاً هذا الغراء. حسناً، غراء الورق، ولدي أيضاً بعض الملصقات. لقد هنا أنا أحضرت ملصقات النجوم باللون الفضي واللون الأزرق، ولهم حرية الاختيار في وضع أي ستيكرز تريدونها، أو ربما قد ترسمون عليه كما تشاءون. أنا هنا اخترت هذه الملصقات. حسناً لنبدأ يا أصدقائي. سوف أقوم بطي الورقة بهذا الشكل حتى تصبح نصفين متماثلين هكذا. حسناً، ثم قد قمت بطيها بشكل جيد هكذا، هل رأيتم؟ بهذا الشكل. ثم سوف أحضر المسطرة هنا، ثم يا أصدقائي سوف نحضر المسطرة وأقيس من هذا الجزء هكذا، وليس الجزء المنغلق بل من هنا. من هنا سوف أقوم بتحديد مسافة أحتاج إلى نقطتين متماثلتين حتى نرسم الخط. سوف أختار هنا 5 سنتي، أضع علامة هنا، وأيضا وسوف أضع علامة أخرى. حسنا، هاتان العلامتان سوف نقوم بالإيصال فيما بينهما لعمل الخط المستقيم. هل تعلمون يا أصدقائي أننا نرسم الخط المستقيم بنقطتين؟ هل رأيتم هذا الخط؟ ها هو، لقد رسمته بشكل فاتح قليلا حتى لأنني لا أريد أن يظهر هذا الخط. حسنا، ثم هذه المسافة سوف أقوم بتقسيم هذه المسافة إلى مسافات متساوية. انظروا يا أصدقائي، سوف أريكم الآن. هذا يكفي. ثم سوف نقوم بعمل خطوط خفيفة هكذا. من عند أماكن التقسيم. هكذا. انظروا هي خفيفة لأنني لا أريدها أن تظهر. ثم الآن سوف أحضر المقص وأقوم بقصها
عند أماكن الخطوط. إلى هذا الخط سوف أقوم بالقص إلى هنا فقط، إلى هنا، إلى هذا الخط، وسوف أكمل الآن وأريكم. انظروا يا أصدقائي، قد انتهيت، لقد قمت بقصها جميعا عند أماكن العلامات التي قمنا بعملها. حسنا، انظروا، سوف تحصلون في النهاية على هذا الشكل. رأيتم؟ رأيتم أصدقائي؟ الآن سوف نقوم بطيه بهذه الطريقة هكذا، ولكن أولا سوف أقوم بلصق هذا الشريط. هل رأيتم؟ بمنتهى السهولة هكذا. وفي الجهة المقابلة سوف أضعه هنا أيضا. بهذا الشكل. هل رأيتم؟ التصق بشكل جيد. الآن سوف أقوم بطيه بهذا الشكل. هل ترون؟ ثم أقوم بوضع الغراء هنا وهنا حتى ألصق الفانوس. حسناً، سنضع هنا الغراء بهذا الشكل. حسناً، كمية لا بأس بها. والآن سوف أقوم بإغلاقه. انظروا يا أصدقائي، هذا هو الهيكل الأساسي. لقد انتهينا من عمل الهيكل الأساسي. الآن سوف أقوم بلصق هذه اليد، لكني سوف أقوم بتقصيرها قليلا. سوف أقوم بتقصيرها قليلا، أريدها هكذا. إذن ماذا يمكن هذه؟ سوف أضع بعض الغراء هنا ومن الجهة الأخرى، ثم ألصقها هنا انظروا. حسنا يا أصدقائي، ما رأيكم؟ لقد انتهيت. انظروا، انظروا كم هو رائع. كتبت هنا رمضان كريم، وهنا Disney for All اسم القناة، وقمت بتزيينه بهذه النجوم الفضية الجميلة. انظروا، وأيضا هنا، واو. يمكنكم يا أصدقائي أن تعلقوه في غرفتكم، فهو جدا رائع. انظروا، وهو نشاط جميل جدا ومسلي. انظروا يا أصدقائي، لقد أحببته كثيرا. واو واو واو، حقا جميل.
رمضان كريم يا أصدقائي. لا تنسوا عمل اشتراك في القناة ولايك الفيديو إذا أحببتموه، وأتمنى أن أشاهد تعليقاتكم الجميلة جدا. وإذا أردتم يا أصدقائي عرض أي لعبة معينة فقط اكتبوا لي في التعليقات اسم هذه اللعبة، وسوف نقوم بإحضارها وعرضها في القناة. صوما مقبولا يا أصدقائي، رمضان كريم. باي باي.